ما تجيب لنا كده بتاع الانوار النهارده. في واحد شاير لي كلب على الفيسبوك كنت ناسيه خالص بقى، ماتش اهلي وزمالك شيكابالا ايه بقى، راح ساحب حسام غالي فرش على وشه حته دي فرشه حاجه يعني عالميه. اه والله انت نمت يا حبيبتي ولا ايه؟ بتحصل عادي، تبقى قاعد بتكلم مراتك بالليل وفجاه تلاقي نفسك بتكلم نفسك. عمر الرجالة ما فهمت التفسير العلمي للمشهد المتكرر ده. فكرت انه يمكن لو اتجننت وبديت الادوار مع مراتي افهم، هي في الشغل وانا اللي اشيل ليلة البيت النهاردة. لما نشوف اصلها مش كيمياء يعني. الحكمة اللي اتعلمتها في السنتين اللي فاتوا، قصدي سنتين الجواز يعني، ان التغيير لازم يكون على نظافة علشان ما يجيبش تسلخات. ايه يا ماما وراك حاجة النهاردة؟ طب خليك معايا على التليفون معلش عايزك. اه سلام. السلام عليكم. اهلا يا باشا. حضرتك عامل ايه؟ اخبارك عامل ايه؟ اهلا وسهلا. عايز 2 كيلو طماطم. عايزها طبيخ ولا سلطه؟ مش عارف لسه ما قررتش. بس يا ست راح ايه؟ راح شيكابالا فارش حسام غالي على وشه حته الدين فرشه يا كوكا. بس برضه الزمالك ما فاز. فاكرين بقى يتعادل بينهم ولا السلام عليكم. ربنا يخليك يا استاذ عمرو. مالكش دعوة. الطب النفسي بيسميها لحظات استعادة الطفولة، أنا شخصيا بسميها لحظات الهبل. أيوة يا ماما. هو أنت بتعرفي إزاي المكرونة اتسلقت خلاص؟ ايه يا ماما بقول لك ايه يا ماما، هي الفاهيتة دي بتتعمل بالوركه ولا بالسدره؟ ايوه ماما، هو برطمان الصلصه بيفتح ازاي؟ انا مش عارفني مرات بتفتحه ازاي. الستات محسسنا يعني ان هما بيطبخوا الذره. أكيد جوه كل ست بيت صوت بيقول ربنا يتوب علينا من الخدمة في البيوت. طب ماما هكلمك تاني. يا حبيبتي والنبي لما تقربي كده بس رنيلي عشان ابتدي اسخن الاكل. اه عامل لك مفاجأة مش هتصدقي. الاكل بيروح ويجي، المهم الكلمة الحلوة. ما ياما اتكبت حل الطبيخ ولا حد حس بحاجة. جنان بجنان بقى قلت لمراتي الحقيقة. والحقيقة في الجواز مفيش حاجة اسمها تلاقي الشخص المناسب. الحقيقة إنك لازم تتعب علشان تبقى أنت الشخص المناسب، والفرق كبير زي الفرق ما بين الفرحة والسعادة. ليه الواحد بيفكر يعمل لقطة الجدعنة مع الناس الغريبة اللي ما يعرفهاش بس؟ ليه بينسى ساعات إنه يتجنن ويفرح أقرب الناس ليه ولو حتى بغسيل المواعين؟ سيب نفسك لو حتى يوم
الناس هيقولوا عليك مجنون. سيب نفسك لو حركت هدوم، ولو كل الناس هيقولوا عليك مجنون عيش للناس. احمد عادل عبد المنعم، لكن المعلمه بتاعت الجماله، اضحك ما الضحكة يا ما تشيل كتير، وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل اللي عايشين. لو بكرة تساعد تاني مش بعيد، بعدها تصحى تلاقي في كل الدنيا عيد. ما تعيش الدنيا بروح الطفل اللي جواك، لو مهما قالوا الضحكة مش مفارقك، افتح شباكك. كان ليه واحد صاحبي زمان اسمه محسن التيس، كان بيمرن مركز شباب رزع النجف. كان دايما يقولك اهم حاجة في الماتش الداخلة، يا تخلي الفريق اللي قدامك يكش منك يا يطمع فيك. مش عارف كابتن تيس كان هيبقى رأيه ايه في دخلات الالتراس. الله يرحمك يا شكلي تاني. تعالوا بقى نبتدي كده بشوية اخبار جديدة نوفي، اخبار حصر يعني، اللي هو يعني بيقولك عاجل بقى والكلام اللي بالكوا فيه ده. شرطة مصر 25 واحد الالتراس دول خطفوهم. لا اصيبوا لا خطفوهم. عموما ان شاء الله ياخدوا اخلاء سبيل بعد ما الالتراس يعرضوهم على النيابة. بس واضح ان موضوع الالتراس ده بينه كبير يا جماعة، وعشان نعرف نعالجه لازم نشوف ناس فهماه وتقدر تفهمه لنا. ايه بقى الالتراس دولي؟ ايش الالتراس؟ ميليشيات يعني. من مشجع يرتكب جريمة زي وزي الارهاب لا تقل عن الارهابي. مفيش نبي، مفيش رسول، مفيش قرآن، مفيش ربنا. يا نهار اسويح، يعني تيجي تقول الولاد منهم ايه؟ ما تيجي نصلي الظهر. ايه تصلي ايه كمان؟ بس ليه مش عايزين يصلوا مع شوبير مع انه ما بيغيبش في الصلاة؟ يعني يعني كل الهم ده عشان عاوزين يحضروا الماتش بس؟ لا طبعا، اكيد في اهداف تانية للعيال دي. المخطط محكم تماما، الغاء الدراسة، تعطيل التعليم، وانكسار الشرطة بالنسبة لهم هدف. اكيد الداخلية هتنتقم منهم وتحط عليهم بقى. الداخلية بتعمل صفقات مع الالتراس. اوبا امنجية، يعني كل الضرب ده شو بس؟ حاجة كده زي ماكين بيعمل في اندرتيكر ده، خده سوبر سوفليكس ولا ابو راوية بتاع قناة الحلبة. لا بس برضو ادينا امارة انهم امنجية. الالتراس النهاردة بيتصدر القيادة صراحة، وانا معجب بالشباب ده، انا حبيبهم. يبقى اكيد اكيد الالتراس دولي ضد الاخوان. كلنا عمالين ندور في فلك الالتراس والاخوان. ايوه الالتراس والاخوان. يعني الالتراس دول ميليشيات وارهابيين وما بيروحوش يصلوا اخوان؟ طب مش يمكن الداخلية خايفة يكون بينهم مشجعين مندسين؟ يبقى احنا كلنا نقعد في البيت، واقفل السينمات، واقفل المسارح، واقفل المولات، والقطر يبقى من غير جمهور. القطر يا سلام على القطر. القطر ده بقى كله مندسين وبيندسوا في اي حتة، اديهم انت بس خرم ابرة كده وهتلاقيهم مندسوا فيه. ما هو يا تحبسوهم يا تشوفوا لهم صرفة يا جدعان. لازم يتضربوا، لازم يتمدوا. يتمدوا ايه يا عم؟ ده انت ناقص كده تجيب لهم استدعاء ولي امر. بس من الواضح كده ان مصطفى تونس ما كانش قاعد لوحده. ما تيجوا بقى نسمع حلول لمشاكل الالتراس دي من لجنة الخبراء. انا بطالب الداخلية دلوقتي يحط كده ناس على البيبان في الاستادات، يكشف على كل واحد داخل الاستاد، هل الراجل ده طبيعي داخل برشده؟ معنا الشمرة. من 30 ألف أبط على 7، ما تقبض على 50 واحد يحلقوا لهم شعورهم يبقوا زلبطة. انت أصلا في كلاب بوليسية رهيبة موجودة جوه. أنا متخيل لو جابوا 10 كلاب من دول كفاية عليهم. يلا هنروح نقول لمين بقى؟ إعلامنا. يا جماعة بنقول مجرمين وإرهابيين. إيه اللي يخلي بتوع الكرة يتكلموا من أصله؟ أنا عايز أتكلم مع وزير الداخلية. هتولي وزير الداخلية على التليفون. أنا مش هقفل الحلقة دي إلا لما تجيبولي وزير الداخلية. محمد إبراهيم على التليفون يا كابتن. أحيه في ايه يا ابني؟ هو انا اجيب سيرة النفر من دولي تقوم جايبهولي على الخط كده؟ الراجل على الخط يا كابتن، اقول له ايه؟ اقول له خرج. خرج ازاي بس؟ هو مكلمك على الانتر كام؟ كابتن بكر ازيك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ انا زي ما تقول كده اسف ان تعبت حضرتك يعني وعطلتك في الوقت الصعب ده. لا ازاي، ده انا تحت امرك.
يا سلام على الأدب والتواضع. أمال إيه بس اللي بيتقال عليكوا ده؟ دي كلها أكاذيب إعلامية يا كابتن. إحنا طول عمرنا في منتهى التواضع، والنهاردة إحنا قدرناهم واحترمناهم وعشان كده انتصرنا عليهم. هو أنتوا انتصرتوا؟ هو لسه الموضوع ده مخلص طبعا، ولسه هنروح عندهم، بس لحد دلوقتي الدنيا ماشية زي ما إحنا عاوزين. جنود مجهولين والله، ربنا يحفظكم. ايه التوجيهات ان شاء الله؟ ناويين تجيبوهم كلهم؟ نجيب مين؟ لا طبعا احنا هنخلص هناك. مش حرام يا كابتن؟ مش المفروض نحافظ على مستقبلهم؟ انا نفسي احقق مجد قبل ما امشي. انا كمان عاوز اخد تجربة جديدة، والرئيس متفاهم ده. الرئيس عدلي؟ لا الرئيس كمال. كمال مين؟ قال لي انهم مش هيعرضوا الانتقال لو جالي عرض مناسب من ملجأ. مين معايا؟ محمد ابراهيم بتاع الزمالك. انت فاكرني مين؟ امال بتتكلم عن الالتراس ليه؟ انا جبت سيره الالتراس، انا بتكلم عن فرقه انجولا. شكرا يا كابتن محمد، وبالتوفيق في الماتشات اللي جايه. منك لله نصر، نشفت دم على الفاضي. الحق اخلع انا بقى قبل ما يتكلم بجد. شكل تاني. أنا سعاد محمد أحمد، شغالة في المدرسة نظافة، باخد 150 جنيه بدفعها من الإيجار، ده غير النور. وعمي وعمي ولدين وعمي بنت عروس، شغالة عندك وعندي غيرك، ما فيش حاجة داخلة علي غير المدرسة دي بس. بيني وبينك أنا تعبت مش قادر أشتغل، بس أعمل إيه؟ غصب عني عشان ما مدش إيدي لحد غير من بره. بمسك على نفسي وأجيب قرش عشي بأولاد آخر الليل. ما فيش يعني حد بيقول لي خدي ولا أي حد بيديني حاجة. ما اشتغلتش ما وكلش، ما اعرفش اوكل ولادي، يتعشوا ما يتعشوش، ربنا موجود. انا جوزي متوفي لي 5 سنين مثلا، كان شغال في البلديه كالناس. ما يوال ابني خلص من ثالثه اعدادي، انا عايز ادخله ثانوي بس قد رحت اقدم له وطالبين منه 250 جنيه، ما اقدرش اعرف فلوس ادفع حالي، رحت قعدت من المدرسه بدفع الايجار، ربنا بيكرمني من هنا ومن هنا خيتك وبدفع الايجار. ما دفعتوش بقول لسيد البيت اصبر عليا كم يوم وادفع، يقعد يحمل لي خناقه ويزعق ويقول له معلش اصبر علي. والله انا بقول يا رب، انا رامي حمولي على ربنا، بقوم واصحى اقول يا رب عشاك عليك انت يا رب. انا حاسه بقول يا رب امل، يمكن امل ربنا يكرمني وارتاح اقعد في بيتي. مش نفسي يا ابني الضحك، الضحك راح يا حبيبي خلاص، الضحك كان زمان. يعني مش نفس الضحك خلاص؟ لا ما خلاص كده، النفس اتكسرت يا ابني. بكره يا بنتي كتير طيب؟ ان شاء الله، بكره ربنا يكرمكم ان شاء الله يا ابني. طب الضحك كان بتاع بكره بقى؟ اه ما فيش نفس يا ابني والله. اضحك علي؟ اضحك على الهم اللي شايلاه؟ اضحك على الخيب اللي فيها يا ابني؟ فاكرة ياما لما كنا أنا وإخواتي صغيرين، كنا معفرتين وكنا مدوخين اتنين سنين، عياط وزن كسر خبط ضرب دلق شد قطع، وانتي مهما كنا كنتي جينا أم ما
مستحملة ومكملة وكأننا مش مشكلة وبكل حب شلتي عنا كل هم. أول يوم في المدرسة كنت خايف من أسيبك، كانوا بيشدوني منك وكنت مثبت على إيدك، ألف ظهري ألاقي دمعة نازلة منك وضحكة حلوة تديني الأمانة. يا أمي أنت ظهري سندي أملي عمري ونفسي أقولك بحبك من زمان. علشانك النهاردة أحلى عيد، ده عيدك أنت لا مش أي عيد، عايز أقول قدام الكون ده كله إنك أحلى ما في الحياة. يا حقولك ايه ولا ايه، مفيش كلام يوصف حبي ليكي، والله لو فتحت قلبي تلقى امي في كل ركن منورة. فاكر لما كنت بغلط تبرقي وتصغريلي، كنت اخاف على زعلك واترعب لا تزعقيلي. يا ما دريتي عن ابويا بلاوي عني وعن اخويا، وكنتي سترنا وغطانا سنين كتير. يا امي انتي كل خير فوق البشر، قلبك كبير وارجع واقول بحبك من جديد. علشانك النهارده احلى عيد، ده عيدك انت لا مش اي عيد، عايز اقول قدام الكون ده كله انك احلى ما في الحياه. يا حقولك ايه ولا ايه، مفيش كلام يوصف حبي ليكي، والله لو فتحت قلبي تلقى امي كل ركن منورة. إنه أخطر رجل في العالم، أخطر من أدهم صبري، أذكى من مستر إكس، أقوى من غسان مطر، أجرأ من نادية الجندي، تخصص في حرب الأشرار. إنه خالد عبد الله سوبر ماريونس. خالد وهو صغير ما كانش على أيامه أي ألعاب متطورة، كان يوم ما يتمعظم يلعب شد الحبل، شد الكوبس. لكن أول ما كبر وطلع إعدادي قرر إنه هو يجرب اختراع الأتاري ماريو، وزي ما كانت السلاحف عاملة الماريو خرم في دماغه، برضو المسيحيين كانوا عاملين خرم في دماغ خالد عبد الله. يعني انت زعلان على مسيحيين ماتوا موت البابا شنودة ونفضل طول النهار والليل ما وقفتوش دي احداد ليه؟ ما ترحمتوش ليه؟ مش هنترحم انه ينزل مسيحي مش محترم قليل الادب محدش رباه الاسم بالكامل دي ماجد ألفريد ما قالش ان نخنوخ مسيحي. ويلكم، انا متطرف. خالد عبد الله ثاني، هو خالد عبد الله ده بتاع الكوره؟ تاني خرم في دماغ خالد هو البتاع المدملك ده اللي كان بيموت ماريو، وكان دايما متخيل باسم شكله كده. باسم سوستا، الاخ باسم سوستا، انا مسميه باسم سوستا يعني. واسترجل واشرب بريل واطلع كده في الاستوديو بتاعك يا عم سوستا، وباسم يوسف يطلع يقول طبعا مش هتتكلموا عن السعوديه عشان السعوديه على قلبكم زي العسل، السعوديه على قلبنا زي العسل. ستتركوا له يصب عن عدكم. ايوه افتكرت، خالد عبد الله بتاع يا انجاز. في مصر زي ما في اهلي في زمالك والاتنين بيلعبوا كوره، وزي ما في ليبراليين في اسلاميين والاتنين بيطلعوا مليونيات، وزي ما في توفيق عكاشه في خالد عبد الله والاتنين في يا اخت
لابسه على اللحم ليه وانت رايحه المظاهر؟ البرادع مخاطبنا العسكري: الا تخجلون بتجريد الفتيات من ملابسهن؟ ياد يا مؤمن، ياد يا مؤمن. وطبعا كان فاضل التنين اللي بيحاربوا مريم في الاخر علشان ينقذ الاميره على راي المثل سيرسيلا فام. هذه أكذوبة، لا نحاول أن نقول للناس أن البرادع جاء في وقت الناس كانت ساكتة. البرادع جاء بدعم أمريكي. الرجل رويبضة، والله رويبضة. القبضة على المسمى حمدين صباحي والمسمى محمد البرادعي والمسمى عمرو موسى، المغيبين اللي هم بيعبدوا العجل المقدس عندهم اللي هو البرادعي، لا يستأهلوا إلا ضرب النعال في ميدان عام. يطلع يروي يقول لرئيس الجمهورية: يا سفاح يا قاتل يا عامل الصهاينة يا مدعي الألوهية. ايوه خلاص افتكرت خلاص. معلش انا اسف، مش ده ابو شعر ابيض كده وكباره؟ لا ده باين له ببلدحي. معلش. وعلى قد ما ماري يكون كل شويه كده متذبذب في نفسه، كل شويه يكبر ويظهر مش راسله على بر، ده عمل لخالد شيء من التناقض المتزفلط الغير ملموس. وقال على راي المثل: اللي يربط رقبته بحبل كل الناس تجرني. انا والله الحقيقه ما قيل ان انا جبت سيره انه جاي على دبابه امريكيه وما شابه ذلك لم يصدر من فمي. على ظهر الفكر الامريكي والدبابات الامريكيه لم يصدر من فمي. على ظهر الفكر الامريكي والدبابات الامريكيه استحملها. لا معلش، لو انت راجل استحملها. ايوه خالد عبد الله بتاع اصلا حرام. خالد الانسان ما ينفصلش ابدا عن خالد الماريو، لان ماريو خلق جواه ابداع وفني مش موجودين عند حد، خلاه يخلق أسماء غريبة وعبيطة. بس سوستة، عمر عفيفي، أميتاب باتشان، الأخت سكسكة زنبلك، هي سمت نفسها كده اللي هي نوارة نبني، ده دم رخيص عندك يا شكشك. هات العصاية للولد يا ولد. شيخ خالد عبد الله شيخ متعصب وبيزيع على قناة متعصبة وبيستضيف ضيف متعصب، ومع ذلك بيرفع عن المشاهد، والدليل الإعلانات اللي وراه. خالد عبد الله، خالد عبد الله بتاع حنفتن الستات. ايوه خالد عبد الله، مش ده دايما اللي بيقول انا سعيد انك سألت السؤال ده بتاع البطة الصفرة؟ خالد عبد الله. جبنا نستوى معفنين. انا من رأيي الشخصي ان موضوع المراهقة اللي عند خالد عبد الله وحبه الماريو ده لازم يتحلوا، وده عن طريق ان هو يلاقي لعبة جديدة خالص ويحارب وحش جديد خالص. وقال على رأي المثل: اللي يكسب الوحش ما يتمرجعش. وما تخافش من ماريو، خاف من اللي بيقلده. يا واد يا ماريو، يا واد يا ماريو. خالد عبد الله، مش ده اللي عايز راجل بهدوء؟ امال ده عايز ايه؟ خالد عبد الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم آخر الأنباء. تسجيل مسرب للفريق شفيق مصرحا ترشيح الجيش للسيسي جهل غريب وقلة خبرة وحتبقى مهزلة. هو اللي بنعمله في الناس حيطلع علينا ولا إيه؟ البرادعي يصف رموز مصر السياسية بزبالين مصر. Absolutely. خالد علي لن يشارك في الانتخابات الرئاسية لأنها تمثيلية سياسية. معلش أنا هتكلم عن نفسي. أمن مسبيرو يكتشف 500 قميص نوم بالمبنى. لا، البيت ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر. مرتضى منصور لصباحي: لو اتكلمت يا حمدين هنقص شعرك ومش هتنزل من البيت. صفقة سيارات بيجو للجيش المصري بحوالي 148 مليون جنيه. همشي على رجلي شوية عشان أوفر حاجة لبلدي. ومن أخبار التحرش: تحرش جماعي بطالبة داخل الحرم الجامعي. وفي سياق متصل: تامر أمين معلقا على حادثة تحرش جامعة القاهرة: ده مش لبس طالبة، ده لبس رقاصات أو شراشيحي. هتبقى سنتك سودة، عملوا عليك حفلة. شيرين تطلب الإنجاب من كاظم على الهواء. أقول رجلك أدادة، أقولي أمي مين. زينة تتهم ريهام السعيد بالتشهير بسمعتها. ونفسي لما حد يحب يعرف الحقيقة يروح يعرفها بنفسه من صحاب الشأن.
لمزيد من الحلقات تابعونا على www.lgtv.com.